عشان نسحب منه كل شويه سامبل نعمل بيها اي بي جيز.
هنركب ارتيريال لاين عشان نسحب كل شويه منها سامبل نعمل ارتيريال بلاد جاسز بدل ما كل شويه نبنكشر الار في اي. لا الاوكسيمتر ده بيقول اوكسجين ساتوريشن مختلف خالص عن الاوكسجين تنشن. الساتوريشن ده بيقول قد ايه الهيموجلوبين ساتوريتد بالاكسجين. ففي فرق كبير قوي قوي بينهم. وفي الكيرف اللي اسمه ايه؟ الاكسجين ساتوريشن كيرف بيقول انه يعني لو الساتوريشن وصلت ل 90 تبقى مصيبه على التنشن. احنا عايزين الساتوريشن ده فيري كرود واي اوف دوينج ات. يعني ممكن الاكسجين ساتوريشن ده يبقى 90 90 ده رقم مش وحش ومع كده البي او 2 واطي قوي. احنا عايزين نعمل اي في جيز عشان نظبط الفنتيليشن لو كان محتاج لو كان حاجه على الفنتيليتر. واذا كنا بنشوف الاكسجين عايزين نعرف الكربون دايوكسيد اخباره ايه. فبنعمل نحط ارتيريال لاين علشان نعمل ريبيتد اي في جي اسسمنت. لكن مش بس كده عشان ايه كمان؟ عشان نقيس البلاد بريشر من جوه. زي ما احنا بنقول مش بقى احنا بنحط ده ماب لكن ده مش دقيق كفايه. ممكن واحد يقيس الضغط من جوه الارتري يوصل له البريشر ترانزوسر ويشوف الانفيزر بلاد بريشر قد ايه والمين بلاد بريشر قد ايه. يعني ممكن الضغط يبقى 90 60 لكن المين مش واطي قوي فيبقى كويس. يبقى هنحط ارتيريال لاين عشان نعمل المونيتورنج بتاع الضغط عشان كل شويه ناخد عينه نعمل بيها اي بي جيز بدل ما كل شويه نبنشر الارتري. انتوا عارفين الارتيري بلاد جاسز بتبقى اسيست باي انيرابيك كولد قصدي مش كولد ذات از كابت ات بودي تمبرتشر از ماتش از وي كان فروم ذا ارتري ذا راديال او الفيمورال. فبدل ما نقعد طبعا لازم تبقى ايه؟ تبقى هيبرنايزد عشان انتوا قريب قوي هتبقوا بتاخدوا ارتيريال بلاد سامبلز من العيانين عشان تعملوا لهم اي بي جيز. يبقى لازم تاخدوها من الريديال ارتري او من الفيمورال ارتري. طبعا الريديال هيبقى احسن بكتير وتاخدوها في تبقى انيرابيك ما يبقاش فيها هواء ما يبقاش فيها اير بابلز. ولازم تجروا بيها على اللاب او تحطوا عليها تلج عشان تبقى كابتر بودي تمبرتشر ما تسخنش قوي ولا ما تبردش قوي اثناء الرحله دي بتاعت المعمل. الحاجه اللي بعد كده طبعا ممكن اركب لاين ندخله جوه البلمونري ارتري عشان نقيس منه مش بس الرايت اتريال بريشر نقيس منه اللفت اتريال بريشر اللي هي السوان جانز. ما بقتش فيري بوبيلر السوان جانز كاتيتر اتس نو لونجر ا بوبيلر ثينج. ات وان ستيج كان فيري بوبيلر وكان فيري ماتش ان فوغ ان فوغ انتوا عارفين ان فوغ مش كده؟ بالظبط فوج يعني ترند فوج اتقال كتير قوي على ترند ان فاشن فوج بي او جي يو اي اللي هي الموجه يعني. فال ما بقتش بوبيلر سوان جانس كاتيتر اللي هي فلوتيشن كاتيتر لها بالونه تدخل من السنترال لاينز بتاعت الرقبه الاي جي بي او السقليجن. هعمل معاكم حكايه السنترال بنك كاتيترايزيشن دي ان شاء الله قريب قوي. بعدين تدخل عن طريق تروح الرايت اتريم تروح الرايت فنتركل تدخل البلمونري ارتري بعدين تنفخ البالونه وتفضل عايمه لغايه ما تبقى ويدجت في كابيلري. فتقوم تقفل الفورورد فلو. الفورورد فلو اللي هو جاي من الرايت فنتركل يتقفل تقوم الدم اللي في اللفت اتريم يرجع لورا يقوم البالونه تقدر تقيسه او القسطره دي تقدر تقيس الضغط بتاع اللف اتريم دايركتلي ثرو وات يكون البالمونري كابيلري ويتش بريشر. بيقولوا عليه البالمونري كابيلري ويتش بريشر. انتوا عارفين لما الواحد يقفل الارتري ويحط ابره ديستال للكلام يبقى بيقيس الضغط بتاع الدم اللي راجع. هو بيقول عليه ستامب بريشر ساعات. بعد تحط كلامب على الباراتيد ويقوم حاطط ابره فوق الكلامب ويقيس الضغط. الضغط ده هيجي من فين؟ هيجي من الكولاترالز مرجعين دم لان انتوا عارفين الارض لما واحد يقصه بينزل من الناحيتين. فنفس الكلام يبقى لو ما نزفش من ناحيه ديستال يبقى هو مش مليان دم خالص. فنفس الكلام هنا هنقفل كاننا قفلنا البلمونري ارتري وحطينا ابره بعد القفله. يبقى الدم اللي موجود في اللفت اتريوم يبتدي يرجع لورا ويرجع
قاس الضغط اللي هو indirect على الاتريوم. ما اعرفش انت قلت لي بس I don't think we need it a lot. احنا بنحتاج دي في الناس اللي هم really ill مع cardiac illness. الريسك بيبقى ان يبقى left heart يبقى في problem والright side of the heart يبقى not so problematic والright side تفضل تكونتراكت وتضخ الدم على راس الليفت سايد وفي الاخر يحصل pulmonary congestion pulmonary edema. بس ما بقتش انفوك I don't think we need it desperately يعني. بتبقى محتاجه اكتر للناس عندهم cardiac illness ولا كده combined مع burn ولا مع حاجه ثانيه. عشان ما نبقاش معتمدين على right atrial pressure بس. احنا اعتمدنا على ال pressure في الاتريوم. ال pressure في الاتريوم ده بيبقى 2, 5, 6 something of the sort. لو ابتدى يوطى قوي يبقى احنا hyperperfused. لو زاد قوي يبقى احنا عندنا يبقى عندهم ايه؟ يبقى واحد يجي يمر عليه كل يوم الطبيب بيمر على عينه كل يوم دي حاجه روتينيه زي ما بيصحى مش عارف يعمل ايه الصبح. طبعا ساعات ما بنعملش كل الحاجات اللي المفروض نعملها الصبح لكن المفروض نعمل هنمر كل يوم هنيجي نمر هنمر يعني هنعمل ايه يعني فالمهم نسال انت كويس ممكن يكون له شكوى يا حقيقيه يا مش مهمه المهم احنا نعمل بعد كده نشوفه اوبجيكتيف يعني يفحصوا هو ضغطه كام نبضه كام حرارته كام نفسه ايه جاي يورين لو مركب سي بي بي سي بي بتاعه قد ايه جاب ريفرايل جاب قد ايه ده اوبجيكتيف يعني ممكن يكون بيشتكي من حاجه وما هياش اوبجيكتيف بعد كده نعمل نحط الاثنين دول على بعض نقول ده عندك كويس وحش اتحسن ساع مش عارف نعمل كده بلان فيبقى هنيجي نمر نقول السي بي بتاعه كام ممكن يقول لي 30 ايه؟ ده عالي قوي يبقى عنده كارديو بروبلم. يعني لما واحد يبقى عنده شوك ويبقى عنده سي بي عالي قوي يبقى عنده مشكله في القلب او عنده مشكله حوالين القلب اللي هي ايه يعني؟ تامبونات او مشكله في صدره يعني ايه؟ تنشن وموثوركس او مشكله انه حد حطه على فنتليتر وقفله الضغط قوي في الفنتليتر ف البريشر جوه الشست عالي فالدم مش عارف يدخل الشست. فالسي بي بي معروف بيبقى مونيتور للفانكشن اوف ذا فيلينج اوف ذا فينز اند ذا فانكشن اوف ذا هارت. If the veins are full, the CVP is normal. If they are over full, يبقى CVP هتبقى أعلى. Over full عشان هو في حالات كتيرة أو عشان قلبه مش عارف يضخ الدم اللي بيجيله. البلموناري كاتيتر البلموناري فلوتيشن كاتيتر فلوت يعني تعرفين فلوت يعني ايه طبعا هو بيقول عليها البلموناري كابيلري ويدج بريشر البلموناري كابيلري ويدج بريشر بي سي دبليو بي البلموناري كابيلري ويدج بريشر فهو ده البيسك مونيتورنج يبقى يعني اللي عنده جرام طبعا لازم يبقى مونيتور لو كانت في الفيرست كيس ايه؟ شوك شرط لو كانت في الفيرست بليس هيبقى ادميتد هو انتوا عارفين قبل كده قلنا الباثوي المعروف ده العيان جاي للطبيب يا اما جاي له في العياده وفي العياده الطبيب متوقع ان العيان ما هوش فيري كريتيكال جاي له في الكاجوالتي متوقع ان هو كريتيكال او جاي له ريفيرد يقوم الواحد يعمل له اسسمنت طبعا تبتدي بالكلينيكال قلت لكم مره قبل كده اوعوا تفحصوا اوعوا تقرروا قرارات العميل الا لما تقعدوهم على ترابيزه الكشف ولا سير الكشف وتكشفوا عليهم حتى لو كان ذا بيست انفستيجيشن موجوده في ايدكو وبعدين تشوفوا العيان كله كروس سكشن سي تي ولا ام ار اي لازم العيان يتحط على السرير ويتكشف عليه حتى لو كشف صوري عشان العيان بيطلعوا يقولوا علينا حتى ما كشفش عليه فلازم وما فيش قرارات لازم اوفر ذا فون محدش يكلم حد يقول له عندي عين كذا اقول له ده عنده كذا عامل له كذا مفيش لازم يتعامل يتشاف فيبقى تعمل له assessment according to assessment that may include an investigation prior to the decision هنقرر ايه ولا ايه؟ نحجز admission ولا no admission وعموما الناس بيقللوا قوي admissions in hospital الترند world wide ان admissions in hospital ما بتبقاش الا الحاجات اللي هي
كريتيك ايه الجراحين يعملوا كل حاجه من بره، ولما عندي جهاز العمليه يجي يوم العمليه الصبح يبقى متحضر من كل حاجه. دي العمليه الصبح طبعا وقت الفحص وخلاص، وناس عندهم ترند ان هم مشوا العيانين من بدري قوي المستشفى، يا يعني اما بيسموها ايه او ايه؟ وان دي بيقولوا عليها دي كيس سيرجري، او بيقولوا عليها كمان فاست تراك. فاست تراك انتوا عارفين تراك يعني تراك، بيقولوا عليها فاست تراك يومين ويمشي، ثلاث ايام ويخرج حتى لو كان عامل فيري ميجر سيرجري. فالترند ما حدش يقعد في المستشفى، يقعد في المستشفى غير انه مكلف في مشاكل انتوا اكيد عارفينها. وبعد كده اذا كان هو ابتديت بالجراحه ولا لا، طبعا جراحه ونجحت يبقى ايه مش عارف ايه دي ار بي سي ايه؟ مش عارف مش عارف ايه الشارج ولا النو سيرج. طبعا اللي ما دخلوش ابو الخطوه العط ممكن كل ما يبقوا يجوا نعمل لهم نفس الكلام يدخلوا ولا ما يدخلوش. المهم الناس اللي يدخلوا ممكن نقرر ان ندي لهم فلويدز ونعمل لهم مونيتورنج والكلام ده. اللي مش هيدخل مش هيدخل خلاص، ممكن مونيتور لفتره نلاقيه كويس ونخرجوه وبتاع على كده. هو ده البيسك مونيتورنج بتاع الناس اللي هم في الكاجوالتي. لاي بني ادم، ده لاي بني ادم مش لازم كلهم، بس هو ده سبيكتر بيقسموه على حسب. ساعات كتير قوي بيقسموا في الميديسن الحاجات زي ستابس فيري بيسك، وبعدين يطلعوا خطوه، وبعدين يطلعوا خطوه زي الستير كيس زي السلم. فاول درجه من السلم ان الواحد يعرف يحط ايده على دي. طبعا ممكن يعمل الكلام ده بايده، لكن مش هيبدا حاطط ايده على البالس، لانه هو اهم من اول ريدنج. الترند بيزيد بيقل ستيبل، مش بس قراءه واحده، هو عاوز يبقى مونيتور اول ذا تايم، فيبقى عنده الاي سي جي مونيتور. بعد كده عاوز يعرف ضغطه، مش كل شويه هيجي ضغطه بمانيوال ستيك، حط عليه دايناماك تقدر تقيس كل ضغطه، واخده اوردرز كل خمس دقائق هترفع تنفخ بتاعه كيب ريدنج. وممكن الواحد يريتريف الريدنجز، ده ممكن يحصل كارثه في الاي سي يو ولا في مش عارف في الكاجوالتي، يقوم يقول كان ضغطه كام، يقوم يجيب من على الماشين القراءات كانت كام الوقت ده وده 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 وده. يبقى ده دايناميك اوكسيمتر، اوكسيمتر مفيش اي مشكله. والناس في الكاجوالتي بيبقوا من اول منظمين يعني انا هعمل شغلانه وهي هتعمل شغلانه ومحمد هيعمل شغلانه وكورونا هيعمل شغلانه من الاول، كل واحد عارف شغلانته. وفي واحد من بعيد كده بيراقب اللي بيحصل. والكلام ده في الامتحان مش معنى، بس بعد كده انتوا هتبقوا مع بعض في الكاجوالتي ولا في الاستقبال، فلازم تبقوا منظمين مع بعض. فادي الحاجات اللي الواحد يعملها بعد كده يصعد، يقول ركبوا له قسطره عشان يرن اوت، وتقعد واحد راكب قسطره بيدسكارد يعني ايه؟ يضرب يعني بيرمي اليورين اللي جه فيها وبعدين يبتدي يقيس تاني، لان اليورين اللي فيها ده من زمان، هو عاوز يعرف من ساعه بقى الايفنت ومن ساعه الريسسيتيشن اللي بيحصل. فهيرمي اليورين يبتدي يحسب، وكل ساعة والاماونت اللي هي 60 نص الواحد مليتر بير كيلو جرام، يعني سيت اوف ذا ويت اف يو ديلينج وذ 10 كيلو جرام انديفيدوال از ديفرنت فروم 70 كيلو جرام انديفيدوال. بعد كده السي بي بي، هنركب سي بي بي سنترال اي جي بي او سبتيلين، هنتكلم عليه كمان دقيقتين. والارتير اللاين السببين واضحين، ما نديش طبعا لا حاجات في الارتير اللاين الا قليل قوي، مفيش حاجات في الارتير لاين، بندي يا دوب ناخد سامبلز فور اي بي جيز. لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى هيبرنايز، انا رابك هيبرنايز، انا رابك ما فيهاش هواء وهيبرنايز، يبقى في كيتس مخصوصه الواحد ياخد بيها اي بي جي سامبلز لو ما كانش مركب ارتير لاين. في سرنجه متحضره بهيبرن بكل حاجه متوضبه. وطبعا الواحد يعرف من جوه الارتري لو كان ضغط كويس بلونه، وان الضغط بيقوم زائد البلانجر زي السرنج على طول، لكن غير كده ممكن يبقى عنده مشكله. سوان جانس كاتيتر، السوان جانس كاتيتر اللي هو بالمونري كابيلري ويدج بريشر بي سي دبليو بي، ما هياش انفوج، ما هياش ترند دلوقتي. فبيقولوا عليها البالمونري ارتي فلوتيشن كاتيتر، البالمونري ارتي فلوتيشن كاتيتر، تدخل من الاي جي بي او من السبليجن، تروح على الرايت اتريوم، على الرايت فنتركل، على البالمونري ارتي. And then you inflate the balloon, and the balloon keeps floating until it becomes wedged.
يعني وجد يعني اتحشر تتحشر زي ما بيقولوا ويدج فراكشر في السباين اللي هو اللي عامل كده زي ما بيقولوا الباراتيد ويدج بين ذا ريمس اند ذا ماستويد فوجد يعني اتحشرت لما تتحشر تبقى قافله البرو جريد فلو ممكن تقيس اللاترال جريد اللي جاي من اللفت اتريم تبقى الاندايركت ميجر طبعا هي لسه بتقيس الضغط بطريقه غير مباشره ان هي مش جوه اللفت اتريم فبتقيس indirectly the pressure in the left atrium عشان نبقى بالاساس ده left heart مش بس left sided heart طبعا مش حاجه اسمها left heart لكن مجازر يعني يبقى دي اول حاجه عملناها اللي هي المونيتورنج المونيتورنج جزء من الكاز ريسبشن كاز طبعا استفسار كاجوال فالناس اللي هم بيسيب الكاجوالتي طبعا بيكون بيرن بيشنتس بيكون تروما الكريتيكال ايمز لهم الخمس حاجات دول اللي هم طبعا جزء منهم المونيتورنج واذا كنا بنتكلم فلويدز اتكلمنا امبارح على فلويدز لسه هنرجع نتكلم عليها تاني اذا كنا بناخد منهم عينات دم علشان نعمل بيها ليه ناخد منهم عينات دم؟ عشان اذا كنا عايزين نشوف البلد جروبس بتاعتهم ونعمل لهم جروبنج لقياس دم يونتس اوف بلاد وكروس ماتشنج لكن كمان عشان نشوف بعملهم اخبارها ايه هيموجلوبين والهيماتوكريت والاي بي جيز واليوريا والكاتيتر والكلام ده ما هو اكيد مفيش عيان هيدخل المستشفى الا تعمل له بيسك ليفر وبيسك رينال وبيسك بلاد وبيسك جلوكوز فانكشنز اكيد يعني لازم عارفين بيحصل له ايه فيبقى واحد هياخد عينات واحد هيحضر المحاليل واحد هيبتدي يشوف المونيتورنج طبعا الكلام ده كله يستدعي ان العين يبقى عنده انابيب وخلاطين اللي هم اللاينز اند تيوبس هو ساعات يقولوا الاين اور تيوب او فينجر ان افري اوركس عشان يفكروا الناس انهم يركبوا عنده في المناخير اللي هي اسمها ايه؟ في المناخير اسمها ايه؟ نيزو جاستيك تيوب نيزو جاستيك تيوب صح؟ وانبوبه في اليوريني كاتيتر في اليوريتر الارفس يعني اللي هي اليوريني كاتيتر ويمكن بي ار ممكن يضطروا يعملوا بي ار نوت از رول بس يقولوا افنجر اور تيوب ان افري ارفس فممكن واحد يدخل ايده في ضفر بني ادم عشان يتاكد ما عندوش حاجات سادره الاير واي تعبه ولغايه ما يركب له اندوتريكي تيوب ولغايه ما يركب له سوان جيلز كاتيتر واي في لاين وسنترال لاين الاي بي ممكن تبقى سنترال بس الابسط في البريفرال يو دونت ستارت انسرتنج سنترال لاين يو ستارت انسرتنج البريفرال لاين وبارادوكسك كتير الفلو بيبقى في البريفرال احسن من السنترال دي اللي هي لاين ذا تيوبس ان افري اورفس لاين ذا تيوب اور فينجر ان افري اورفس لاين ذا تيوبس اللي هم اي بي هنتكلم عنهم دلوقتي اي بي لاين هو هناخد منه هنديله محاليل ازاي مش هو عين البيرن عاوز بيسكلي محاليل في الاول الفتره الاوليه يبقى لازم يركب اي بي لاين ومش هناخد منه عينات يبقى هنعمل له ميني بانشر سام راو و هنمونيتور طب المونيتورنج في سي بي تي وفي ارتير اللاين والكلام ده يبقى اي بي لاين يمكن ارتير اللاين تيوب ان ذا نوز داون تو انتو ذا ستمك تيوب ان ذا يوريثرال اورفيس اند ذن تريكل تيوب finger in the mouth to remove foreign bodies and mucus and so forth to pull the tongue forwards ويمكن اسوان جانز maybe maybe not الاي بي لاينز معروفه يعني بتاعت بيكوتينيوس هي كات داون يعني الاي بي لاينز لما واحد يركب اي بي لاين عيان يقول اعمله بيكوتينيوس او ممكن افتح على الفين اسمها كات داون كات داون اون ذا فين فينس كات داون The veins may not be seen the patient they have been engaging in a lot of eating طب عنده فات كتير مش عارف الواحد يشوف البين او ممكن يكون رفيع بس البين صارت كلها بقت كولابس you may not be able to puncture vein percutaneously يبقى هن open البين هنفتح البين البين صار اللي نفتح عليها مكانها معروفه عند الثايرويد بروسس الكيفاليك يعني الميديال اسيد اوف ابر ارم البازيليك
ياما المكان المعروف قدام الافور ميديال مانيلس بتاع البيت سفينس بين اللي هو سهله بس مش ريكومندد عشان بيبقى في الرجل بيبقى انفكتد ويخلي الواحد ما يتحركش قوي يوم يجيله فينس ترومبوزز والغير ان البيت سفينس ده اكثر اصحاب الباسكال سيرجنز هنضيعوا عليهم فالبيت سفينس بين مش ريكومندد عموما لكن مش معنى انه ريكومندد احنا نسيب العين يموت عشان البيت سفينس عاوزين نحافظ عليه اللي هو هنحافظ عليه عشان ايه؟ فيبقى يعني لازم الواحد يبقى فاليبل وفلكسبل اذا كان هيؤدي الى مصيبه حاليا يبقى مش هيفكر في المستقبل الاول يحل دي وبعد كده بعدين يمكن ما يبقاش في وقت نستعمل البيت سفينس ابدا فيبقى فينس او كات داون فينس كات داون لما تسمعوا فينس كات داون لما تبقوا امتياز لما تبقوا نواب ان شاء الله بعد كده ولما تبقوا اكبر ممكن تبندوا على انكم عاوزين تعملوا فينس كات داون تطلعوا البين بتاع عيان عشان تركبوا له في كانيولا في الاطفال ساعات بنطلب او كانوا بنطلب دلوقتي طبعا عندهم جراحين وساعات anywhere venous cut down cut down open the side of the vein after طبعا getting a local anesthetic ايه محمد اللوكال انستيتيك اللي بتديه؟ زالوكين محمد عاوز يدي زالوكين وما شافش الكونسنتريشن ويدي زالوكين بكونسنتريشن عاليه يكون عندي ارست جاي ايه؟ ممكن تدي املا بس املا تستنى ربع ساعه الزالوكين نسبته كام؟ 2% 2% بتخفف 1% بكميات مماثله من الصلاه اللي بتكلم عن الكلام ده تفاصيل مملة قوي قوي طبعا ممكن يكون بريفر ممكن يكون سنترال يعني ممكن يكون بريفر لاين ممكن يكون سنترال لاين سنترال لاين اي جي بي او سبتيبيان الاي جي بي هو صديقنا الاكثر سبتيبيان يعني اي جي بي وده هنحط راس العين واطيه وهنخليه يبص الناحيه الثانيه ونستند رقبته ونحطه نغطي راسه عشان البين يبقى مليان عشان ما يعملش سكشن الهواء لو كنا ندخل قسطره قصدي كانيولا يعني قسطره ماشي فينس كاتيتر ما يعملش اي امبوليزم بعدين نيجي عند السيرمو سوي ترانجل وننزل بحاجه بتاعت 45 درجه 2 3 سم دي فرق الكاراتيد وناحيه النيبل يبقى المكان معروف السيرمو سوي ترانجل هنقول الكلام ده بتفصيل اكتر بعدين سيرم الصوي ترينجل و45 درجة 2 3 سم ديب وفرق الكاراتيد مرة جالنا عيانة مركبة سنترال لاين في الكاراتيد كل ما كانت تيجي تكسر منه تكونفلس ممكن تحصل أي حاجة مع أي حد مع فرق الكاراتيد وفي ناحية النيبل towards the ابسي lateral نيبل anyway peripheral أو سنترال وممكن مكانيليت سنترال فين عن طريق الأر فينز can cannulate a central vein عن طريق ال R vein بيقولوا عليها device دي drum cartridge في cartridge كده فيها قسطرة طويلة فممكن cannulate ال central vein عن طريق ال antecubital يدخل هنا وي cannulate طبعا بتاع الناحية اليمين دايما أسهل بتاع الناحية اليمين انتوا عارفين الكلام ده طبعا ال اي جي بي بتاع الناحية اليمين الكونتينيتي مع القلب التاني الاي جي بي او النومينت يعني بعد ما يبقى كده ماشي كده فطبعا اليمين دايما اسهل بكتير لانه على طول على السوبر من كده التاني زي ما شفتوه في السي ديز معدي النومينت معدي على كل الاوبت الاخر لغايه ما يروح الناحيه الثانيه وطويل فبنفضل ده اول واحد هنري تروف انه كان تنيليت سنترال بين عن طريق الارم فينز كان ريزيدنت وعملها على نفسه يعملها على نفسه قال لهم بصوا انا ممكن كان يا ريت حد يصدقه فعملها على نفسه وراح صور نفسه في الاكس راي وريبورتد الموضوع ده عملها على نفسه ما عملهاش على حد عملها على نفسه عشان يثبت الحكايه دي ف ممكن يكون مصري بس هو مش مصري بس ممكن يكون مصري او عربي او بني ادم وخلاص مش فقال لي الحاجات طبعا كتير بريساس وبيسكلي ما هو السي كان فيها الحاجات دي كلها مش كده؟ يعني احنا عاوزين نعمل السي فاحنا مركزين على السي طبعا الاول في اي وبي مش هنتكلم عليهم دلوقتي لانه لو اتكلم عليهم دلوقتي بقى هنطلع بره خالص لكن ما تنسوش ان البيرد مهم قوي فيهم الاي والبي ممكن يكونوا محتاجين انكيبيشن ممكن يكونوا محتاجين فنتليشن اوكي؟ فهو دي البوكس دي بقى خمس حاجات قد حاجات كتيره قوي قوي ريس
الاختصاص اي بي سي اي اي العجل التيوبز السامبلز الفلويدز المونيتورينج. والمونيتورينج خد بوكس وخد توب خد مش خد يعني قصدي اهو. والفلويدز طبعا دي حاجه قلنا مبادئها امبارح. والسامبلز عشان الاي بي جيز وعشان الاذر روتين انفستيجيشنز وعشان ايه كمان؟ عشان if you need blood, at least you need the blood available in the blood bank. When you need it, you'll find it. I think في مشكلة worldwide على blood products. وطبعا هنا أكتر وقت اللي بتفرق هل إذا كنت هنسيب ولا لا. Line the tubes من أول ال NG tube للurinary catheter للإندوتريكيال لل IV lines لأكتر من كده ال central lines the Swan Ganz catheters الحاجات دي. يبقى كده البوكس ديبوزيت واللاينز والتيوبس خلصوا والبيتس خلصوا والمونيتورنج خلص والمونيتورنج ده وده. طبعا الدوك شارت ولا البيرنج الصغير ده اللي قدام. يبقى دلوقتي بقى عايزين نرجع نتكلم عن البيرنز. عايزين نرجع نفايناليز بقى كلامنا على البيرنز عشان نخلص. Drum, as in drum, D-R-U-M, cartridge. Cartridge, يعني container ولا خربوش ولا اسم cartridge. Drum cartridge. ترمح حالاً. Thank you.
He was looking for you. ممكن لما قالت اللارج اللي عنده الم الريبل بين بتاعه ازاي؟
حدش بيحط على الجروح بتاعت البرن معجون مش عارف ايه ولا معجون ايه ولا ايه، بنسيبها نحط عليها يمكن ميه بتره ولا ميه ساعة، نحط شويه تلج. التلج انتوا عارفين التلج بيوجع ويعمل كولد انجري. فادي ده الفيرست ايد. يبقى يكفر انتيك ايرون اتنين اني ثينج يو نيد تو اسس ذا بين والاير واي طبعا كومبات فاير. دلوقتي هيحصل ترانسفير للهوسبيتال ويبقى ريسيف في الكاجوالتي. وفي الكاجوالتي تعملوا له الخمس حاجات اللي بتعرف منهم اللي هو الكونسيرن ستارت البيرن في الاكيد سيتنج هو نفسه والاير واي والفلويدز. فتعملوا له خمسه بوكس، خمسه ايتمز في بوكس لسه كاتبينها اللي هو الاي بي سي دي اي والمونيتورنج واللاينز وتيوبس او اللاينز وتيوبس والفلوز والسنترز والمونيتورنج. فما فيهاش حاجه. طبعا يو ديسايد وذر ذي جوينت بي ادميتد اور نوت. احنا لسه عاملين الباث واي بتاعنا ده ويبقى عاوزين نعرف هم ايه الانديكيشنز. عملنا كده بالظبط لما اتكلمنا عن نيورو تروما. لو تفتكروا هو الدواء بتاع النيورو تروما ولا بتاع البيرنز بتاع اي بني ادم، لو تفتكروا لو تفكروا كده ده اللي بيحصل مع كل واحد يجي في سكتنا من الناحيه الطبيه يعني. فالانديكيشن سو بيت ميديكال ونون ميديكال. ايه؟ ميديكال ونون ميديكال. صح صح. اسامه بيقول انه عشان واحد يروح بني ادم لازم يكون هيروحه مع حد ياخد باله منه وما يكونش فيه question of crime. Medical legal crimes and things of the sort of the crime وحاجات كده. صح؟ الواحد عشان يروح البني ادم مش بس يفكر من الناحيه الطبيه، يفكر من الناحيه سوشيال، هيروح البيت هيقعد مع مين؟ هيقعد لوحده ومحدش يبقى واخد باله منه، واذا كان في question of crime ولا لا. طبعا بيبقى في الاماكن اللي هي منظمه قوي بيبقى في بوكلت مطبوع للكير اوف ذا بيرن بيشنت. بنعمله ايه ما تعملش ايه وغيره ازاي واعمل له ايه والكلام ده كله عشان يبقى مانجر في الكوميونتي ما يبقاش في الهوسبيتال. فالانديكيشن سبميت اللي هم الحاجات الميديكال الكلام ده ابليكابل حاجات كتيره قوي غير البيرنز او لكل حاجه. الانديكيشن سبميت الميديكال هو ان العيان يبقى زي ما قلنا يبقى سبب الحرق اي حاجه غير ثيرمال. بالظبط يعني اتحرقوا بكهرباء او اتحرقوا بكوروزيف اسيد او الكالي او مش عارف اي حاجه ثانيه غير الهيت بيبقى ادميتد لان الاساس بتاعت الحاجات دي انيشلي صعبه. لما واحد يبقى مفروض بكهرباء الواحد يبص عليه من الدوله حاجه بعد يومين ثلاثه يبان ان هي بقت حاجه مين. يبقى ادي indications according to the cause. indications according to the site. السايت اللي هي قلنا عليهم قبل كده لسه لازم بيرنز فين وفين وفين يدخلوا بالظبط الفيس والنك والهاندز والفيت والبرنيم for the difficulty of these areas managed from بره وال importance بتاعتها. الحاجه الثانيه اللي هي الكوموربيديتيز يعني في حاجات ميديكال في البيرن لكن في حاجات كوموربيد. كوموربيد كوموربيد يعني associated medical problems. يبقى واحد عنده بيرن وعنده رينال فيلير ولا عنده بيرن وعنده هارت فيلير يبقى كل الحاجات دي تبقى بروبلماتيك يبقى يدخل. يبقى الكوموربيديتيز يبقى according to the cause, according to the location, according to comorbidities, according to age. The extremes of age دايما خطر. الكبار قوي عندهم comorbidities وعندهم abnormal body systems والاطفال. الاطفال عندهم immature liver, immature kidney, immature immune system وعندهم زي ما انتم عارفين a very large body surface area in relation to the body weight. عندهم فلويدز كتيره بالنسبه للوزنهم. فالاطفال والكبار بيدخلوا اكتر من الادلتس الافرج ايج اليونج ادلتس والميدل ايج والكوموربيد وعندهم بيرنز تو اني ثينج اذر ذان هيت واللي عندهم بيرنز سبيشال سايتس. لكن فوق ده كله طبعا ايه؟ على حسب نسبة البيرن بالظبط كده. يعني الواحد عاوز يديت عيان يقول ده ماشي ولا ماينر بيرن. يعني أهم من ده كله أو بلاش أهم من ده كله أنا بقول ده كله الأول عشان استرس إن مش بس الإكسنت بتاعت البيرن. يبقى أي ميجر بيرن هتدخل المستشفى طبعا.
فيهاش اي كلام، سواء صغير كبير متوسط اي ميجر بيرن. محمد الميجر بيرن كام في المية من الجسم البني ادم؟ 25 30 صح، ناس بيقولوا 25 ناس بيقولوا 30. وي اول نو اند وي اول شو ذات بيلو 15% بيقول عليها ماين. لو كان كبير في السواقين 10، لو في السواقين 10 وفي الكبار 15 دول ماين بيرنز. من 10 ل 30 او 25 او من 15 ل 25 30 دول اسمهم انترميديت. اللي فوق 30 او فوق 25 بيقول عليهم ميجر بيرنز. يبقى كل الميجر بيرنز هتدخلوا، وكل البيرنز اللي تو اي ثينج اذر ذان هيت، وكل البيرنز اللي في سايتس صعبه، وكل البيرنز اللي هم فيكسينز اوف ايج، واللي هم كوموربيديتيز. يبقى ده انديكيشنز تو ادميت. يبقى دي جالنا العين بقى ترانسفير من السايت اوف ذا بيرن، السين بتاعت البيرن بعد الفيرست ايد، اللي هو مهم لان هو اللي خليه يوصل للمستشفى وهو لسه عايش. وبعدين we all know that burns that are more than 30% are called major. And more than 40 أو 60 40 20 60 رقم وحش قوي. 60% بيبقى البروجنوزز بيبقى really guarded. Care reception بالايتم بتاعته. Admission we decide to admit or not. Those who are not admitted will have local management. هتكلم عليها حالا دلوقتي. And I'm from local management. Remembering that one of the items of local management is an escharotomy. يعني ايه escharotomy؟ شيل الاسكار. عاوز حد يقول لي يعني ايه escharotomy؟ عاوز حد انت عاوز تقول يعني ايه escharotomy؟ خاتم بالدرس. انت عاوز تقول ولا انا خليك تقول؟ طب قول. صح، هدول غالبا هيدخلوا المستشفى لان هم عندهم كونستريكتنج اسكار. الاسكار اللي هي الديد تيشو ريزلتنج فروم ديب بيرن. والاسكار اللي بتبقى كونستريكتنج تبقى غالبا بتبقى سيركمفرنشال، تبقى واخده دراع او لور اكستريمتي، تبقى سيركمفرنشال بيرن ديب بيرن عامله كونستريكشن. تقوم تعمل ايه؟ كومبارتمنت سيندروم. لنفديما بعدين لما رجله تعيش. ان لو ما انقذناش في الاكيوت فيز رجله ممكن تموت. فطبعا لنفديما بعدين موافق لكن هنعمل له اسكاراتوم. مش هنشيل الاسكار لسه، هنعمل اسكاراتوم هنفتح فيها بالطول علشان تبقى ريليست. البيرنز وان اوف ذا كوزز اوف كومبارتمنت سيندروم، اللي هو ان الضغط جوه الكومبارتمنت يعلى عن 30 يوم ما بقاش في تغذيه للمصر رغم ان في فالس. هنقولها مع الاسكيميا بالتفصيل المهم بعدين. وطبعا في الشيست في الترنك ممكن قاعد يجيله كونستريكتنج اسكار ما يعرفش ياخد نفسه، الشيست قادر يموف يعمل له الاسكاراتون. لا بالتالي لازم انستيزيا لانك هتمد حتى دي وحتى دي. بس يعني رياض بيسالني سؤال ظريف قوي بيقول لي بروكولا لا بأي طريق مش عارف، بس مش من غير انستيزيا. هو بيسال سؤال محتار جدا طبعا ان هو يونس كارديداد كويس، بس احتمال نوصل لحته هيلثي تحت يمكن نمدها سنه فوق في سنه تحت. لكن اف يو جوينت تو كات ذا اسكار اتسيلف بس غالبا هنشوف حته تحت ممكن تكون فيها نقطه او بين بليدرز ولا حاجه تحت الاسكار عشان نبقى قطعنا الاسكار كلها. فممكن يبقى في ايشو اوف جيفينج ذم سمثينج اي في، حاجه سيديشن ولا حاجه اي في انستاتيك زي الدواء المشهور اللي هو الميلكي وايت ده اللي اسمه بروبوفول او بريفان بالظبط. لكن if you're going to cut in that tissue you can do that without نسيت زي ما هو بيحاول يقترح او بيقول او عارف. الناس اللي هتدخلوا هيبقوا محتاجين local and general management. طبعا they may not need general management if they've been admitted for anything other than a major burn. لكن غالبا هنديلهم general و local management. اللي هنتكلم عليها حالا دلوقتي. فين؟ في البيرن سنتر. لان البيرن سنتر طبعا لو مفيش بيرن سنتر يبقى في اي حته، لكن
بيبقى في بيرنج سنتر مخصوص ب انفايرمنت كلين ب اي سي يو كابابيلتيز وبيمانج في البيرنج سنتر انتنسيفست وبلاستيك سيرجن. احنا قلنا قبل كده احنا هنعمل البيرنز دلوقتي عشان هي شغله البلاستيك لانه بيعمل ايه البلاستيك سيرجن ده بيعمل انيشال مانجمنت للوند ويغطيها وبعد كده يشوف بقى الكونتراكتشرز والهايبرتروفيك سكارز والكيلويدز غير اللي عم محتاج ريهابيليتيشن. ريهابيليتيشن ايه وايه؟ سايكولوجيكال وفيزيكال. محتاج سايكولوجيكال وفيزيكال. محتاج سايكولوجيكال ريهاب محتاج فيزيكال. الجوينتس بتاعته والكونتراكتشرز والفيزيوثيرابي والحاجات دي كلها. ومحتاج نمنع الهايبرتروفيك سكارز والكيلويدز بايه؟ The pressure garments. The pressure garments. قلناها you can have a pressure sleeve, a pressure glove, a pressure stockings, a pressure garment, a face mask. You can put a face mask عشان ما يعملش hypertrophic scars or keloids في الوش. You can apply silicone sheets. You can apply silicone gels. قلنا الكلام ده كله يوم من ايام الصبح لما اتكلمنا على الكيلويدز. وبقى دي ديمونستريشن الطريقه اللي بنعملها مع بعض كتير اللي هو نعمل ده وده 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 وكل واحده من دول تستعمل لوحدها ودلوقتي استعمل لهم تو بيلد اب هول توبنج. كنا ممكن قلنا كل واحده منهم وقتها كنا ممكن نعمل كده ممكن ما افتكرش ان الطريقه اصح من الطريقه يعني مش لازم كل ما نقارن بين طرق كل واحده اصعب مش لازم كل مره نحسم القضيه ما تتحسنش عشان بس ما تبقوش يعني عايزين ضدي او معايا اي حاجه. فادي الكلام اللي هنعمله الجنرال مانجمنت اللي عايزين نتكلم عليه اللي عملناه طبعا. الجنرال مانجمنت اللي هو من ده كله مين اهم حاجه في الانيشال مانجمنت؟ فلويدز طبعا. الفلويدز طبعا الفلويدز لازم يبقى لها وضع خاص. ايه بقى الفلويدز هي الكورنر ستون او المين ثينج المين ستاي زي ما بيقولوا مين ستاي كورنر ستون ان ذا انيشال مانجمنت فور بيرد بيشنت. هاخد محاليل لو كان ديجر بيرد وعشان ياخد محاليل لازم عنده لاين وعشان ياخد محاليل يبقى عنده لاين لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى مونيتورد اللي هو الكلام اللي كنا قاعدين نقوله طول الوقت. عملنا له فيرست ايد مانجمنت قلنا للمستشفى في المستشفى طمنا على الاي بي سي دي اي حطينا له انابيب وخراطيم خدنا منه عينات اتحضرنا له دم لو احتاجنا و عملنا له مونيتورنج دخلناه ولا ما دخلناهوش اللي ما دخلوش هيبقوا مانج لوكالي اللي دخلوا هيبقوا مانج فينلي ولوكالي وفيرن سنتر بتيم من اول البلاستيك للانتنسيفست للسايكولوجيست ولا قصدي للسايكايتريست اللي عملوا كونسلنج وللريهاب اللي يعمل له فيزيكال ريهاب وبعدين الجنرال مانجمنت والجنرال مانجمنت طبعا فيها الفلويد ثيرابي قلناها فاكرينها ولا لا؟ هنرجع نتاتش عليها بسرعه كده ندي امثله عليها ونشوف هندي قد ايه. الانتي بايوتكس عليها كونتروفيرسي غالبا ما نديش انتي بايوتكس الا لما يبقى في انفكشن بكالشرز لو ادينا انتي بايوتكس هيحصل بريبريشن للريزيستنت اورجانيزم بتبقى مشكله. فالانتي بايوتكس ممكن يبقى ليها البروفيلاكتيك انتي بايوتكس والانتي فانجل والانتي فانجل كمان ممكن يدي انتي فانجل. في ترند الناس اللي عندهم كريتيكال ايلنس عندهم فيفر ومش عارفين سبب الفيفر ايه بنسيوم اتس فانجل وندي لهم انتي فانجل سيستميك سيستميك عارفين دلوقتي في فيري سيف او مور اور ليس سيف انتي فانجل دراجز هنقولهم قريب مع الانتي بايوتكس كمان شهر ونص ولا حاجه ان شاء الله. كمان في الايشو بتاع التيتنس بروفيلاكسيس ده كله بيفنش اجينست انفكشن. التيتنس بروفيلاكسيس لها بوكس مشهوره قوي هنعيدها مع بعض كتير بعدين لما نعمل التيتنس. في الايشو بتاع الدي بي تي بروفيلاكسيس لان الناس دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا مين يقول باد ريدن؟ احمد يقول انهم ممكن يبقوا باد ريدن فبيبقوا باد ريدن وبيبقوا هيمو كونسنتريتد ممكن قوي يجي لهم دي بي تي. قال لهم بروفيلاكتيك
no molecular rate heparin. Prophylactic, no molecular heparin once a day, subcutaneous with no monitoring. هنقولها هنقول الكلام ده بالتفصيل لو عملنا الباسكال الخط من الاي هنقوله طبعا ان شاء الله. حكايه الريكومبنس دي احمد فكرني بيها ان ساعات الناس دول اللي هم بتسيب كتير يجي لهم باد سورس ممكن يجي لهم باد سورس او قعدوا برولونج امبادز عشان كده ممكن نحطهم على اير ماتريسز والحاجات دي عشان ما يجيلهمش الباد سورس. تيتانس بروفيلاكسز دي بي تي بروفيلاكسز السر بروفيلاكسز كنت لسه بتكلم على العيان اللي كان عنده اورجن انيريزم وجاله بليدنج انسر وفي الاخر هي سكامت اكسبايرد الاكسبايرد دي صح بيقولوا على العيان لما اي حد منه يحصل له حاجه كده بيقولوا ذا بيشنت اكسبايرد اكسبايرد دي بي بي ايز دي بي بي ايز او انتي انسر غير الـ غير الـ غير الاتش 2 ريسبتور انتاجونست دي بي بي ايز بروتون بامبنج انترز وطبعا they need nutrition support بس مش من الاول شبه عن جاي هايبو بوليميك وشط نديله اكل هنتكلم عليه بعد يومين ثلاثه زي اكل مش لازم ببقه اكل ممكن بان دي كيوب او اكل عن طريق الفينز تي بي ان او بي بي ان توتال بارنترال او بريفرال بارنترال وطبعا البلاد ممكن ندي بلاد بعدين برضه عشان بيبقوا انيميك نبتدوا لونج تيرم انيميك هنقول ليه دلوقتي؟ دي نقطه لسه ما جاش بس ليه حالا دلوقتي؟ يبقى هو ده المانجمنت بتاع العينين اللي عندهم بيرن يعني عاوزين اساسا ناكد لو اختصرنا الموضوع يبقى عاوزين ناكد على نفسهم لو نفسهم كويس هنحط لهم لاين ونديهم محاليل وندخلهم بيرن سنتر طبعا المحاليل هنرجع نقولها باكزامبلز اعلن دلوقتي اوكي يبقى ناقص نقول حاجتين ناقص نقول ليه العينين عندهم بيرن اللي هو انيميك وليه وايه اللوكال مانجمنت بكره ان شاء الله لو خلصنا الموضوع ده بكره ان شاء الله هنعمل ميلانوما وهنعمل ميكزيلو فيشيال ان شاء الله ويكتبوا لسه دي عشان انا انساها كل شويه افتكرها فحد يبقى كاتبها عشان يمونيتور البروجرس يشوف اللي ناقص ولا اللي اتعمل. طبعا الانديكيشن بتاع البيرن والزام البيرن والباثولوجي لوكال وجنرال ولوكال كومبليكيشنز وجنرال كومبليكيشنز كان منها كلام والجنرال باثولوجي الاربعه اللي انت عارفينهم ايه الاربعه بتوع الجنرال باثولوجي؟ هايبوبوليميا وهايبر كاتاباليزم وايه؟ امينو كومبرومايز وانيميا ريت صح كده انا بالتالي اتس تايم بقى تو جيت ذيس ثينجز دان وعايزين نتكلم على حاجتين ال 10 دقايق الفاضلين هنتكلم فيهم على حاجتين اللي هو the causes of blood loss in a burn patient واللوكال مانجمنت عاوزين اديلكم كام اكزامبل على الفلويد ريسسيتيشن بتاعت البيرن هنعمل اكزامبل فانا عندي انا بقيت عندي امتحانات كتير قوي بتوع ما بيوريهمكمش عاوزين نعمل امتحان على على النيرفز عاوزين نعمل امتحان على البلاستيك بكسل اطلع البيل هود بتاعه اجيب الامتحان فهتشجعوني ولا ايه عايزين نعمل امتحان على النيرفز الاسبوع الجاي النيرفز الالنر والميديان والراديال واللاتر بوبيتال عاوزين نعمل الامتحان ده هنعمله يوم الاثنين ان شاء الله الاثنين الجاي فندم الاسبوع اللي بعده حاضر حاضر خلاص الاسبوع اللي بعده هو بص هو الله يبكي على اللي هنعمل ايه انا هجيب الامتحان اهو بقاله اي يوم خلاص الاسبوع اللي بعده الاسبوع اللي بعده حاضر لا عمر يبقى عاوزين نتكلم على استنوا بقى بقى عشان نخلص كوزز ايه؟ كوزز ايه؟ الاربع الجاي ولا اللي بعده؟ ايه امتحان ايه؟ ساعد الشباب بكره يعني الشباب بكره ما عندكش حاجه تتكلم جنب ياخدوا فيها ممكن بس Thank you.
الناس اللي عندهم بيرد عندهم بلس بعد فيو دايز بيجيلهم مشكله انيميا بعد فيو دايز لها اسباب كتير اسباب زي اسباب الانيميا اللي هو الار بي سي ساعات بتبقى لاست بتبقى هيمولايزد بتبقى نوت فورم ثم في كام نوع من الانيميا هيموليتيك وهيموراجيك وبلاستيك وايه يعني في انواع كتيره من الانيميا هو نفس الكلام الناس عندهم بيرن تلاقوا ساعه الهيت نفسه كسر لهم الار بي سيز يعني في ديستركشن للار بي سيز باي ذا هيت البون مارو بيبقى ديبرست فمش بيبقى فيه يعني فورميشن اوف ذا ار بي سيز باي ذا بون مارو الـ ار بي سيز اللي بيبقوا فور بيبقوا نورمال بيبقوا ايزلي هيمولايزد لما يبقى فيه رو اريا مكان البيرن الواحد بيدرست يبقى فيه بليدنج فبيبقى فيه بلاد لاست رو ذا رو ارياز هما كوميوليتيف بيجمعوا على بعض لكن في حاجه كمان مهمه قوي ان الار بي سيز زي ما انتم عارفين ان الستيزز ما بقوش ماشيين ابتدوا يديبوزيت من المين ستريم بيقولوا عليها ايه لما الحاجه لما يبقى في فلو يحصل فيها سيدمنتيشن ولا ديبوزيشن في البيس بتاعتها بيقولوا عليها سلادجينج بيقولوا عليها سلادج حتى بيقولوا في البايل حتى في البايل بيقولوا بينري ماد ولا سلادج ونفس الكلام بيقولوا سلادجينج اوف ذا ار بي سيز بسبب الستيزز والهيمو كونسنتريشن الار بي سيز يحصل لها سلادجنج في السمول فيسلز في ديبوزيت من المين ستريم ما تبقاش ماشيه فتبقى يوسلس اسمها سلادج يعني ديبوزيت معروفه اسمها الار بي سيز يحصل لهم سلادجنج فيبقى لاسباب كتيره الواحد اللي عنده بيرن بسبب الديسبشن اوف ذا ار بي سيز باي ذا هيت بسبب اللوس اوف ذا ار بي سيز فروم ذا رو اريا بسبب البون مارو ديبريشن بسبب الهيمونيسيز بسبب السلادجنج بيشنتس بيكام انيميك افتر فيو دايز اند ذا هيماتوبليك دروبس بلو 30 لو الهيماتوبليك دروب بلو 30 يو وي كونسيدر جيفينج ذم بلاد مش انيشيالي عمرنا نبدأ الكلام ده إنشاء عندكم مثالين زرافة أهو حد يحسب لي خالد بتحسب أني واحدة أي واحدة أيوة بتحسب 40 كيلو 40% بالباركلاند يبقى 40 السؤال هيجي لكم هيقول لكم بني آدم اتحرق في الحتت الفلانية دي ودي 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 إيه المانجمنت طبعا ممكن يقول إيه المانجمنت أو ممكن يقول is there indication to admit أو will he admit this individual or not? If you're going to admit them, how much further are you going to give? ولو كان في أي further management يبقى الواحد عليه إنه يقول according to the burnt areas, the percentage of this burn is so and so. و according to admit ولا لا والفلوس اللي هنديها تبقى كده. وطبعا إذا كان هيبقى هذا الفلوس يبقى admitted يعني قصدي ممكن السؤال يبقى فيه عارفين لما الواحد يحط أسئلة ما يحطش سؤالين مرتبطين ببعض هو ادميتد ولا لا عن فلويدز يبقى لازم يبقى ادميتد ولا ما يبقاش في فلويدز يبقى يعني هتبقى الاسئله بتقول الاجابات قول يا خالد هنديله 40 كيلو في 40 في 4 تبقى 6400 طب 4 في 4 في 4 6400 باركلاند هيديله 4 ملل بير كيلو جرام بير سيرفيس اريا بيرن اول يوم ما بيديلوش حاجه ثانيه مش بيديله حاجه ثانيه لانه بيحسب كميات كبيره قوي فما بيديلوش حاجه ثانيه يبقى هياخد زي ما خالد بيقول 40 في 40 ب 1600 ب 4 6400 يبقى كام؟ 6400 انا مش عارف انا ضايع كلامك ما اعرفش هياخد 6400 ملل او لاكتيتد رينجر لاكتيتد رينجر ده اللي هو الكريستالويد
لاكتيتد رينجر. هنقول يعني ايه لاكتيتد رينجر بعدين مش دلوقتي، بس لاكتيتد رينجر فيه صوديوم وفيه بوتاسيوم وفيه كالسيوم وفيه كلورايد زي السلاين كلورايد السلاين بس مش زيه بالظبط، وفيه طبعا لاكتيت يعني. فا بيبقى فيه صوديوم حوالي 138 ولاكتيت حوالي 28 وكلورايد حوالي 110. فده بتبقى ترتيبته كلورايد 110 زي السيرم ويكمل ب 28 لاكتيت. بيبقى فيه 130 صوديوم و4 بوتاسيوم وكالسيوم. فبيبقى 138 138 طبعا لازم يبقى عند بعض. لاكتيتد رينجر او الاحتفاء كده. يبقى 6000 هو هتديهم ازاي؟ نص الجرعه 3200 او 8 ساعات وبعدين ربع او ربع. يبقى هيكتبه بالتفصيل، هيقول هيدي 3800 سم 3000 وكام؟ 200 3200 اول 8 ساعات بعد كده 1600 1600 تاني 8 ساعات وثالث 8 ساعات. هيكتبه بالتفاصيل دي. لو عاوز يكتب ريتس، لو عاوز يكتب ريت هيمشيه بريت قد ايه؟ يوم يقول انا هضرب 12 في ال في النمبر اوف ليترز اللي عاوز يجيبه ده 24 hours. يعني هو عاوز يدي حوالي 7 لتر، يبقى يضرب 7 في 12، 7 في 12 تطلع كام؟ 84. يبقى عاوز يمشي المحاليل دي بريت 84 نقطة في الدقيقة عشان يخلصهم على مدى 24 ساعة. بيضرب 12 ككونستنت، جاي ازاي دلوقتي مش هقول بس انا عارف. بيضرب 12 ككونستنت في عدد الليترز يطلع له عدد النقط اللي هيمشي بيها المحلول في الدقيقة. ما هو منها بقى ممكن الواحد يستنتج، انا عارف ان الريت مش واحد بس هي جاي ممكن الواحد بقى يقول يطلع كده الريت قد ايه عشان محمد عاوز يدي النص اول 8 ساعات. طبعا عنده مشاكل في الظبط ده، لو عاوز يدي كمية صغيرة ممكن يحطه على البامب، لو عاوز يدي كمية صغيرة ممكن يعملها ببامب. لكن القاعده بتقول ايه، بيضرب 12 في عدد الليترز. يعني لو الواحد عاوز يدي 3 لتر في اليوم يبقى 12 في 3 كام؟ 36. كام؟ 36. يبقى يمشيه بعدد 36 نقطه في الدقيقه. لو عاوز يدي 4 لتر يضرب 12 في 4 يطلع مش عارف 48. لو عاوز يمشيه 8 لتر ولا 7 لتر يبقى 84. 84 نقطة في الدقيقة تخلصها على مدى 24 ساعة. 24 ساعة يبقى هيضرب 12 ككونستنت. فهمت؟ أيوة، ما هو محمد قال الحكاية دي، قال أنا عاوز يدي أول 8 ساعات أكتر. صح؟ ممكن يحسبها برضه، يقول التلت والتلت يعني ممكن تتحسب برضه، لكن ده دي القاعدة الرقمية 12 عدد الليترز بيطلع لنا عدد النقط اللي هنمشيها في الدقيقة عشان تخلص على 24 ساعة. اوكي؟ صالح احسب لنا زي يا سارة اهو، مش انت سارة ولا ايه؟ تاني يوم هياخد ايه؟ طيب مش مشكلة. بارك انت هنشيله، بارك انت ما بقاش موجود خالص. عشان خاطر سارة فخلاص نشيله بارك ده. قول قول يا محمد يا خالد هندي تاني يوم ايه؟ كمان نص الجرعات بس. ده ايه يعني؟ باركلاند تاني يوم بيدي كلويد. كل واحد لو عارف شويه ممكن يراشنلايز الحلوه اللي بيديها، بس ما تكتبلوش ثلاث اربع صفحات. انت لازم تعتبر ان اللي بيصلح ده ولا عاوز يقرا ولا عاوز يبص بره خالص، عاوز يشوف كلمه صح 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 خلاص، لكن مش عاوز يقعد يقرا ويستفيد. كل واحد يكتب حاجات تو ذا بوينت، عاوز يكتبها تو ذا بوينت يا دوب الكلمه. بس كان عاوز يراشنلايز، ليه بيدي كده يراشنلايز؟ راشنلايز يعني بره. تاني يوم هيدي كولويدز بس. تاني يوم هيدي كولويدز مش هيدي كريستالويدز، هيدي كولويدز بس. فاريبل اماونت. من 700 ل 2000 تو مينتين ذا نورمال نيورون اوت. بدي اماونت فاريبل. كولويد عشان يمينتين نيورون اوت. زائد الميه اللي بني ادم محتاجها. عارفين بني ادم محتاج على الاقل في اليوم 2000 سم ميه. البني ادم محتاج في اليوم 2000 سم ميه اللي هتتحسب 30 مل بير كيلو جرام. 30 مل في الكيلو جرام 30 70 تطلع له كام؟ 2000 ميه، يعني محتاج برافلي 2000 سم ميه. الميه الاي في معروفه اسمها ايه؟ 5%. ما ينفعش الواحد يسخن ميه ويديها جوه الجسم، لان لو عمل كده هتفرقع له الار بي سيز، لازم تبقى حاجه ايزوتونيك.
لكن لو ده ميه ميه بتبقى هايبوتونيك ما تنفعش. عاوزين حاجه ايزوتونيك. لو ادينا سولت ما بقتش ميه بقى مالح. لكن احنا هنديه جلوكوز 5% يوم الجلوكوز الجسم يستعمله. تفضل الميه محتاجها تفضل مش محتاجها تنزل عن طريق الاي دي اتش ويبطل يوم ينزل الزياده. لكن السولت بيحوش الميه معاه فمش هينزل. لكن الميه لوحدها هتغير التوميسيتي. يوم لو بقى هايبوتونيك يوم الاي دي اتش بطل تقوم تنزل. لو كان هو من اول هايبرتونيك ومطلع اي دي اتش كتير يقوم بكونزرف اليورين. يوم لما يدي ميه من بره يقوم التونسيتي ترجع للطبيعي. يوم الاي دي اتش بطل يقوم يرجع كل حاجه طبيعيه. فالجلوكوز 5% هو الاي بي هو الاي بي ووتر 2000 سنتي جلوكوز 5% كان في حاجه كنت عاوز اقولها عليها مش فاكر. يبقى ده باركن. ده باركن كلكم عارفين اول يوم بالسترويدز بس 4 بير كيلو جرام. بسالك مساله ثاني يوم غير ان احط الكولويد و 200 مليون اوت نورمال ووتر ريكوايرمنتس جلوكوز 5%. افتكرت الجلوكوز 5% ما هواش كالوريز. بيدي كالوريز قليله. يعني الجلوكوز 5% التريننج عارف يدي كالوريز قد ايه؟ انتوا عارفين كل المأكولات اللي الناس بياكلوها البلاد المحترمه بتنص على ان يبقى فيها مكتوب النيوتريشن ريكوايرمنتس. ولا واحد لما بيجي ياكل حاجه بيبص هي فيها كام كالوري؟ الواحد بيضرب 5 في 4 5 في 4 20 20 20 20 ده كل 100 سنتي. هو زي ما محمد بيقول فيه هو بياخد 2000 سنتي يبقى 20 ف 20 يبقى 400. يبقى اللتر بيدي 200 كالوري واللترين يدوا 400. لتر الجلوكوز 5% بيدي 200 كالوري. 200 كالوري جايه ازاي؟ 5 في 4 5 في 4 20 20 ده 100 سنتي. لما نقول 5% يعني كل 100 سنتي فيهم 5 جرام. يبقى 100 سنتي بيدوا 20. يبقى ال 1000 سنتي اللي هم 10 مليات هيدوا 200. وطبعا الهلال محتاج كام كالوري في اليوم على الاقل؟ 2000. محتاج 2000 كالوري و 2000 سنتي ميه. سهلين قوي. محتاج 2000 كالوري و 2000 سنتي ميه اللي هم برضه 30 كالوري بير كيلو جرام. مش كالوري صغيره، كالوري ايه؟ كبيره. كيلو كالوري. هتكتب كي سي هتكتب سي كبيره. لا كيلو كالوري او كالوري كبير يعني وات ايفر يو وانت. الكالوري صغير، الكالوري الصغير يساوي مش عارف الكيلو كالوري يساوي 1000 كالوري صغير. كله مكمل. لا كله مكمل على كالوريز كبيره كله كيلو كالوريز. كله مش الكالوري الاصلي كله كالوريز بالسي الكبيره. فادي الباركلان. الفورمولا الثانيه محمد طلع تحسب لي دي ايفنز بيت سيرفس اريا كل بني ادم 70 كيلو. مات استغفر الله العظيم يعني اعوذ بالله مات 100% هيبقى غالبا مش عايش او يعني هيعيش وبعدين كده يموت. لكن كنا عاوزين نحسبها له مبالغه طبعا. ايه؟ سبعين في المية في اتنين كام؟ يعني قولي هتديله كام؟ 14 لتر. هو هيدي 70% هيبقى 7000. 7000 هيدي 7000 كريستالويد 7000 كولويد. يبقى كانوا بيضرب في اثنين وبعدين يقسم على اثنين فخلاص زي ما انت عاوز. التوتال بيس بيضرب في اثنين. التوتال هيدي 14000. قربت ازاي في الميل؟ هو اثنين بس هيدي نصهم اللي هو الكمية دي كولويدز وده نص وده كل كريستالويدز. لا دي مش ايفنز. دي اللي هي بتاعت الكولويد. دي بتاعت الكولويد لكن ايفنز بيدي نص ونص. انتوا عارفين ايفنز بيعمل ايه؟ ايفنز بيضرب انتوا عارفين الرقمين بودي ويت وسيرفيس اريا. فالواحد بيضرب البودي ويت في السيرفيس اريا. يطلع له كام؟ 7 70 في 100 يبقوا 7000.
لو كان بيعمل باركلاند بيضرب الرقم 3 4. لو كان بيعمل كولويد بس بيقسمه على 2. لو كان بيدي ايفنز هيضربه في 2. هيضربه في 2 ويدي نص الكميه كولويد نص هات بيستلم. محمد بيسال ايفنز بيدي البروبوز بتاع بني ادم بيديه بس في تريك في يعني اللي عنده 14000 سنتي اللي هو 14 لتر يدي 7 كولويد 7 كريستالوي تاني يوم يدي 7000 بس 3000 ونص 3000 ونص وكل يوم يدي له 2000 سنتي ماين بس في تريك في تريك صغيره في عشان الواحد ما يديش كميات كبيره قوي قوي كده لان ممكن يكون البني ادم وزنه 100 كيلو وعنده بيرن كبيره قوي ففي تريك الواحد يبتدي بليميتيشن يقول انا اكتر وزن هستعمله 70 كيلو واكتر سيرفيس اللي هستعملها 50 فالايفنز لها سيلينج لها سقف كتير نبتدي نقول خلوا بالكم احترسوا الماكسيموم ويت اللي هنستعمله هو 70 والماكسيموم سيرفيس اللي هي 50 وبعد كده نشوف ايه اللي بيحصل ايفنز لها سيلينج عشان ما تيجيش انها بتدي كميات كبيره قوي قوي تغرق الناس دكتور. في الفلويدز بتاعتهم دكتور الميه احنا بنديها في ايفنز بس صح في ايفنز والكلويد بس احنا ما الميه ما بنديهاش في باركلاند ملوش سيلينج باركلاند بيدي يضرب الوزن في السيرفيس اريا في 4 ما يديش ميه تاني يوم كلويدز وميه ايفنز يدي بسيلينج ويدي الميه معاها من اول يوم يبقى ادي المثال اللي هو لما يجي لكم وزن اكتر من 70 اعتبروا 70 لما يجي لكم صفر سعر اكتر من 100 اكتر من 50 اعتبروا 50 يلا مين يديني مثال تاني ايه يا سما؟ دي هتاسيوم ان الوزن 70 والصفر سعر 50 بقى هتدوا على طول 3500 اللي هو في 2 يبقوا 7000 طبعا لو لقينا سي بي واطي والضغط واطي تاكي كارديك وعنده ريبويا يبقى هنزود هي حاجه دايناميك وعاوزه فريكوينت فولو كل شويه نمر عليها عشان كده هو ان اي سيو انفايرمنت او على الاقل في حاجه زي ما بيقولوا عليها ايه؟ تيرن يونت اتش بي يو بيقول عليها هاي ديبندنس يونت او انترميديت كير او اي تي يو اللي هو انتنسيف ثيرابي يونت ساعات يقولوا اي تي يو اتش دي يو هاي ديبندنسي او انترميديت كير ايا كانت الاسماء اللي انتوا عاوزين تعملوها. هنقف عند كده النهارده نكمل التصوير دي بكره حد كتب لهم عشان ننساهم.